يسرا ام كويسه جدا، انا اعرف ده كويس ان يعني، وبشوفك بتتكلمي ازاي عن بناتك. يسرا لما بتعاقب بناتها بتعاقبهم ازاي؟ هما اللي بيعاقبوني والله. يعني بحرمهم من حاجة هما بيحبوها، مثلا مفيش تلفزيون، مش هجيب لك كذا، يعني ما تبقاش، يعني ما يبقاش كل حاجة بتيجي كده بالساهل من غير ما يبقوا يعني يستاهلوها. لازم تعملوا الحاجة المطلوبة منكم عشان انا برضو اسمع كلامكم واعمل لكم اللي انتوا عايزينه. لو حبوا يدخلوا مجال التمثيل توافقي ولا لا ليه؟ مش عشان حاجة، مش عشان هما بنات خالص، انا مش ما عنديش الازدواجية دي، عشان ظروف المهنة صعبة جدا وبتبقى اصعب واصعب كل سنة. يعني من ساعة ما ابتديت ظروف اوحش، فلما يبقى في ان احنا بنشتغل 8 ساعات في اليوم، ويعني في قانون عمل وفي نقابة بتتابع الحاجات دي، يبقى في تأمين على الناس اللي بتصور، ونبقى زي بره يعني. لما بنشتغل في ظروف آدمية اكتر احتمال ممكن اوقف.